يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسية الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين واستمرار التسهيلات والتعزيزات المختلفة التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أبو سمبل مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في صورة الأوضاع لديك وأوضاع الوافدين من السودان. نعم، بعد التحية، لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات للسودانيين في استقبالهم عبر معبري قسطل وأرقين وميناء أبو سمبل النهري. لازالت الأعداد أيضا تتوافد على ميناء أبو سمبل النهري، وأيضا وسط تسهيل عدد كبير من الإجراءات داخل معبر قسطل وتقديم كل الخدمات اللوجستية والطبية أيضا والصحية في كل الأماكن الذي يعني يتواجد بها عدد كبير من السودانيين. دائما شهادات السودانيين يعني ترحب ب او تقدم الشكر للسلطات المصريه على استقبالهم وفتح المعابر، وربما هذه الشهادات تاتي تزامنا يعني مع ما صرح به سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقده للاكاديميه العسكريه بان مصر دائما امن وامان لكل من يلجا اليها، فهم دائما يوجهون هذا الشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكدون على أن مصر هي بوابة الأمن والأمان لهم دونا عن باقي الدول، أنهم اختاروا مصر لوجود مساحة كبيرة آمنة يستطيعون من خلالها ممارسة حياتهم وتكون لهم نافذة أمل جديدة للبقاء ولممارسة كل الأنشطة المختلفة في مصر في ظل وجود أمن وأمان لهم. أيضا الأعداد لازالت تتوافد، ويعني وصلنا إلى طبقا لما تحدث به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 200,000 شخص وفدوا عبر السودان في ظل هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى أن مصر تستضيف ما يقرب من 9 ملايين من مختلف الجنسيات، فبالتالي يقدم لهم كل الخدمات المختلفة. نتحدث عن خدمة أيضا تقدمها أو يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال البحث للوصول إلى المزيد من السيدات والفتيات السودانيات الذين قدموا إلى مصر خلال هذه الفترة لتقديم كل الدعم لهن وأيضا الدعم النفسي والاجتماعي من خلال المساحات الآمنة الموجودة هنا في محافظة أسوان، وهذا يتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في ظل الخدمات التي يتلقونها أيضا في المحطة الأخرى الهامة بعد مدينة أبو سمبل وهي محافظة أسوان. لدينا منطقتين هامتين، الأولى هي وادي كركر أو موقف وادي كركر الذي به عدد كبير من العيادات الثابتة التي تقدم كل الخدمات الصحية للوافدين، بالإضافة إلى وجود بعض الحافلات التي تنقلهم إلى محطة سكك حديد أسوان، وهذه هي النقطة الثانية والهامة في محافظة أسوان، حيث يوجد عدد من العيادات المتنقلة والثابتة لجمعية الهلال الأحمر التي تقدم كل التسهيلات كل الخدمات الصحية والطبية لهم، بالإضافة أو فضلا عن حفاوة الاستقبال ومشاركتهم أيضا الأشقاء المصريين هنا ووجودهم في السوق السياحي وكل المناطق المختلفة في محافظة أسوان وسط تقديم مزيد من الخدمات الصحية واللوجستية التي يحتاجون إليها طبقا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين ولكل من يلجأ إلى مصر في حال وجود أي اشتباكات في هذه الدول، فبالتالي تستمر الخدمات ويستمر توافد السودانيين على معبري قسطل وأرقين. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من ميناء أبو سمبل النهرية.